انت جيت. قالوا على فكرة عاوز اقول لك حاجة حلوة قوي 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 هتفرحك. ايوه فرحني يا بقسماطي، ايه الحاجة الحلوة اللي هتقولها لي؟ مش انا نجحت وطلعت الاول؟ الله برافو عليك يا بقسماطي، انت شطار خالص 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 بجد يا بقسماطي، انا فرحانة بيك قوي قوي قوي. ايه رأيك عجبتك؟ جدا جدا جدا. قولي بقى احكي لي احكي لي، عملت ايه لما طلعت الاول؟ ايه طلعت مع اصحابي. وايه كمان؟ ايه اكلنا بيتزا. وايه كمان؟ وكمان وكمان شربنا عصير قصب. هو ايه كمان؟ وكمان وكمان هو ايه ممكن نعمل تاني؟ طب ما تفكر يا بقسماطي شوية كده، في حاجة تاني ناقصة المفروض تعملها، ايه هي؟ ايه هي ايه هي؟ تعبتيني معاكي يا طاطا، مش عارف. مش عارف خالص خالص يعني؟ لا مش عارف مش عارف. خلاص يا بقسماطي انا هقولك ايه الحاجة اللي المفروض نعملها، بس قبل ما اقولها هنشوف التجربة في المعمل عشان تعرف ايه هي الحاجة اللي كان المفروض تعملها. موافق يا بقسماطي؟ موافق يا تاتي. الحاجة اللي كانت ناقصة بقسماطة عشان يبقى فرحان قوي قوي هي الشكر. لما بقسماطة شكر ربنا راح ربنا اداله نجاح واداله فرحة كبيرة جدا 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 اكتر من الاول بكتير. شايفين شايفين بيضحك ازاي؟ شايفينه؟ مش شايفينه؟ بيضحك اهو. شايفه يا بقسماطي؟ ايوه. شفتوا لما شكرنا ربنا ربنا فرحنا اكتر بكتير ازاي؟ انا لو بقسماطي ما كانش خالص طلع مع اصحابه ولا كان اكل بيتزا ولا كان عمل اي حاجه، بس لو كان شكر ربنا ربنا كان هيديله فرحه كبيره جدا جدا جدا. عرفتي يا بقسماطي ايه الحاجه اللي كانت ناقصاك؟ ايوه عرفتي يا تاتي. عرفنا كلنا يا اصحابي ايه الحاجه اللي كان المفروض يعملها بقسماطي؟ عرفت ان هي ان اشكر ربنا. برافو عليك يا بقسماطي، انت شطور خالص خالص خالص. في حاجه بنت بتحبها خالص 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 هنتفرج عليها دلوقتي، عارف ايه هي؟ يا ترى ايه؟ عرفت. أيوة. مسرح العرايس. ايوه يا بقسماطي هنتفرج كلنا على مسرح العرايس، بس في شرط صغنن خالص، ان كل اصحاب يقعدوا ساكتين وهاتين عشان يسمعوا المسرحيه. موافقين؟ موافقين. موافقين. يلا يا بقسماطي عشان نتفرج على المسرحيه. صباح الخير يا ولاد. الله ده النهارده الشمس جميله خالص. شكرا يا رب على اليوم الجميل ده، من فضلك خليه يوم كله بركه ومش هعمل حاجه فيه وحشه خالص تزعلك، بشفاعه العذراء وجميع القديسين امين. لما اروح بقى اصحي بلبل. عارفين يا اصحابي بلبل ده مش بتعجبه حاجه خالص. يلا بينا نصحي بلبل. اصحى يا بلبل يا بلبل، اصحى يا بلبل يا ابني. يوه بقى يا ماما بتصحيني ليه دلوقتي؟ سيبيني انام شويه. اوف بقى. اصحى يا ابني عشان تفطر وتروح المدرسه. خلاص انا صحيت. ايه الشمس دي كلها؟ يا ساتر يا رب. دي الشمس دي نعمه كبيره يا ابني من ربنا، ربنا ادهالنا عشان لازم نشكره عليها. ده في ناس كتير مش بتشوف الشمس دي خالص. خلاص خليها تيجي تاخد شويه شمس من عندنا. يلا طيب افطر بقى عشان ما تتاخرش. افطر؟ افطر ايه؟ فول وكمان جبنه؟ هو كل يوم فول وجبنه فول وجبنه؟ يا ابني ماله الفول ده بس؟ ده الفول ده جميل خالص. طب بص عليه كده هتلاقيه بيضحك. بص كده بيضحك. الفول بيضحك يا ماما؟ قلت الصوص بيزغزغه. لازم نشكر ربنا على النعمة دي، ده في ناس كتير مش لاقية تاكل خالص، وكمان ربنا بيقول اشكروا في كل شيء. خلاص خلي الناس اللي مش لاقية تاكل دي خليها تيجي تاخد الفول بتاعي، أنا مش عاوزه. وبعد كده ليه يعني ما يبقاش فيه في مرة همبرجر أو حتى وجبة من كنتاكي أو ماكدونالدز؟ شوية دلع بقى حرام. هو ده يا ابني اللي موجود. كل تعبتني بقى معاك. لا انا مش فاكر حاجه خالص، انا عندي اقعد كده احسن. انا ماشي يا ماما. ربنا يهديك يا بلبل يا ابني ويخليك تعرف قيمه اللي عندك. اقوم انا بقى اروح اعمل الغدا، ده انا هعمل شويه بصاره ومسقعه، انما ايه عجب. يلا باي باي يا اصحابي. صباح الخير يا بلبل. الله ده يوم جميل خالص باين عليه. مالك يا بلبل شكلك زعلان ومش مبسوط، في حاجه؟
أيوة عندي شوية برسيم، إنما إيه حاجة طازة كده، إيه رأيك؟ برسيم يعني أنا أقرب من الفول والجبن، علشان أكل برسيم. أدي آخرة اللي يصاحب حيوان، أو مفيش حاجة تاني عندك فيلو؟ لا هو ده الموجود عندي وأنا مبسوط بيه خالص. ده بابا يسوع بيقول اشكره في كل شيء. هي الآية دي ورايا ده كلام ربنا، لازم نسمعه ونعمل بيه علشان يبارك حياتنا. خلاص يا سيدي، بقولك ايه، تيجي نلعب مع بعض؟ انا موافق، يلا هنعد 1 2 3 وننط فوق. ماشي ماشي يا فيلو، يلا 1 2 3 هيلا هو. أنا آسف خالص، أصل أنا مش واخد بالي، أصل أنا مش واخد على اللعب مع القصيرين زيك كده برضو يا فيلو. يا رجلي، خلاص أنا مش هلعب معاك تاني أبدا. معلش بقى، ما تزعلش مني. لا خلاص، أنا مش زعلان منك، أنا هروح أدور على أكل في أي حتة تاني، علشان أنا جعان خالص. يلا سلام. باي باي يا بلبل، ربنا معاك، يبقى خلينا نشوفك. باي يا فيلو، صباح الخير يا فرحة. صباح الخير يا بلبل، ما عندكيش حاجة تتاكل؟ أكل؟ لا ما عنديش. مالك يا فرحة، في إيه؟ أنا ما عنديش أكل خالص، آخر شوية حب أكلتهم أنا وأولادي، وخايفة إن ولادي يموتوا من الجوع، لكن ربنا مستحيل ينسانا، أنا واثقة فيه. ياه، ده أنا عندي فعلا حاجات كتير في ناس مش لاقياها. طيب وانتي هتعملي إيه فرحة دلوقتي؟ أنا هصلي لبابا يسوع وأشكره على كل حاجة عندي، وهو مش هينساني. تشكري إزاي يعني يا فرحة؟ أيوة لازم أشكره، هو عمره ما بينسانا. فرحة، مالك يا فيلو، بتنده عليا ليه؟ بقولك ايه، خد شوية البرسيم دول علشان انا عندي كتير وانا مش عاوزهم. ياه، انا متشكرة خالص يا فيلو على محبتك دي. شفت يا بلبل ان ربنا عمره ما بينسانا؟ فعلا يا فرحة، ربنا مش بينسانا ابدا. ياه، مع الرغم ان فرحة ما عندهاش حاجة، شكرت ربنا علشان كده اديها ربنا اللي هي عاوزاه، وانا اللي عندي حاجات كتير مش بشكر ربنا. يظهر ان ماما كان عندها حق، لازم نشكر ربنا على النعمه اللي معانا. سامحني يا رب، سامحيني يا ماما، انا من النهارده هشكر ربنا على كل حاجه عندي، ومش هتذمر على اي حاجه تاني خالص. هشكره على الاكل وعلى اللبس وعلى البيت الصغير وعلى الصحه وعلى اخواتي وعلى كل حاجة، علشان كده أنا هنفذ الآية اللي بتقول أشكره في كل شيء. يلا نقول مع بعض يا صحابي، أشكره في كل شيء. يلا قولوا معايا تاني، أشكره في كل شيء، أشكره في كل شيء. حلوة القصة؟ عجبتك القصة يا صمتي؟ عجبتك يعني ولا نص نص؟ المهم الآية، حفظنا الآية؟ طب انا عايز اسمع الايه بتقول ايه. اشكرك في كل شيء، يعني صوت قواتي. لا علو شويه. اشكرك في كل شيء. تاني، عايز اسمعها تاني. اشكرك في كل شيء. عجبتك يا بقسماطي القصه؟ لا مش سامع. انا مش سامع حاجه. طب هو سمع الايه؟ سمعوا الايه. بقسماطي ودانه عالية خالص فوق، عايز يسمع الآية، سمعوها له. أشكرك في كل شيء. في حاجة بقى فضلة صغننة خالص هنعملها، في حاجة أنت بتحبها يا بقسماطي، إيه هي عارف؟ الترنيمة. أيوة يا بقسماطي، هنسمع ترنيمة حلوة خالص، واللي حافظها يقول معانا. ماشي. شين شايفك باستمرار كيف كل
رب يسوع المجيد، ألف أنت بترعاني أكيد، شكرا رب يسوع المجيد. مبسوط بيها النهارده؟ فكرة الالعاب. ليه عملت فيها ايه؟ هي لعبت واتزحلقت ونطيت ومشينا زي التوازن. اللعب كنا بنلعب وبنتزحلق وبندخل من تحت حاجات، وكنا بناخد هدايا زي كده وحاجات كتيره. الالعاب طاطا ومصمتة لما اتصورت معاهم. ايه هي؟ نرسم والالعاب لما العب. الحقيقة لما قدس أبونا دوماديوس طلبني على اعتبار كرنفال تيبي شموتي يتعمل عندها في المدرسة، فرحبت بالفكرة ترحيب غير عادي ووافقت على هذه الفكرة من غير ما أخذ رأي أشقائي. والحقيقة قناة كوجي يعني قناة جميلة بطريقة غير عادية. يعني الحقيقة يشكر نيافة الأنبا مرقس وسيدنا البابا الأنبا تودروس على هذا المجهود الرائع، وهي قناة جميلة مش بس للأطفال، هي إحنا الكبار بنتفرجها. حقيقة قناة شاملة وما سيباش حاجة في النواحي الدينية، وقناة جاذبة للأطفال وجاذبة لينا إحنا الكبار. فالحقيقة عمل عظيم ربنا يعوضهم عليه. الحقيقة إحنا مجمع مدارس أسوان نوتردام بنشكر قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني ونيافة الأنبا هدرة مطران أسوان ونيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا خيمة وقدس أبونا مارتيروس وكيل أو المسؤول عن قناة كوجي وقدس أبونا دوماديوس. الحقيقة له الفضل الأعظم اللي فكر في هذه الفكرة، وهو الحقيقة تعب كتير خالص في هذا الكرنفال ربنا يعوضه. والمدرسة فرحانة قوي بوجود الكرنفال في مدارس مجمع مدارس نوتردام، وربنا يعني يا رب تتكرر هذه الفكرة، ولينا الشرف العظيم ان نستضيفها كل سنة. يعني ايه، اولا احنا بنشكر اولا قداسة البابا المعظم البابا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة السورية الأنبا هدرة مطران أسوان والأنبا مرقس منسق قناة كوجي والمشرف العام على قناة كوجي للأطفال. نشكرهم على محبتهم الكبيرة إن هم وفرونا قناة متميزة للأطفال بتأثر تأثير جامد على الأطفال في معظم مجالات الخدمة. بنشكر طبعا محبتهم إن هم متواجدين معنا في برشية أسوان، وإن هم وفرونا حاجات كتيرة إن هم يخرج هذا الكرنفال بعمل مشرف يمثل برشية أسوان. الكرنفال بتاعنا عبارة عن كرنفال تشبه موت، ده الكرنفال الأول اللي بتشارك فيه قناة كوجي. احنا تقريبا خلال الكرنفال خلال اليومين، في أول يوم تقريبا عدد الأولاد في مرحلة تالتة ورابعة وخمسة وستة كان في حدود 1200 طفل، وفي اليوم الثاني في حدود 1300 طفل. كوجي لكن جوري، 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 كوجي لكن جوري. صغير باللغة القبطية، أنا طفل صغير لكن بص عليا، هتلاقوني جوري أصل القوة فيا، صغير لكن قوي، كوجي لكن جوري، كوجي لكن جوري، قولوا معايا بصوت مسموح، كوجي لكن جوري.